هذان العدوان اللدودان اللذان لا يكتفيان من دم بعضهما اليوم، ويتوعد كل منهما الآخر بالويل والثبور والتدمير والإغراق في البحر والإزالة عن الخرائط، ويسيران الطائرات ويرسلان الصواريخ لتزدحم في السماء، لطالما جمعهما الدم، ولكن ليس المسفوح منه بل ذاك الذي يجري في العروق. ولمن اعتراه الذهول فلتسأل عن صلة رحم الفرس واليهود. نبوخذ نصر الذي ما إن أتم سبيه البابلي بأخذ اليهود إلى بابل عام 627 قبل الميلاد، حتى حمل الفرس راية نصرة اليهود وظلوا يشنون الغارات تلو الغارات، حتى نجحوا بقيادة كورش بالسيطرة على بابل، لتتوج هذه العلاقة بعدها بالنسب والمصاهرة واختلاط الأعراق. ولنا عن هذا فيما بعد كثير الحديث والتفصيل، لأن من لا يريد القراءة في صفحات التاريخ القديم لربما من الأفضل أن نبدأ معه من صفحات الحديث الذي عليه من الشواهد ما تراه العين وتسمعه الأذن ويعقله اللب. وعلى رأس هذه الشواهد أن إيران كانت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل التي أعلنت تأسيسها عام 1948. حسناً، وكأن هناك من يهمس الآن، ها أنت تتحدث عن إيران أيام الشاه، فالوضع بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تغير، وبات الحب عداءً وصراعاً. وهنا سنقول أيضاً على رسلك يا عزيزي، لأننا سنحدثك في وقت لاحق من هذا العمل المرئي أيضاً عن صفقات سرية وروابط تجارية وسياسية وحتى عسكرية، وليس أكثرها إثارة للدهشة والصدمة فضيحة إيران جيت أو إيران كونترا، عندما باعت أمريكا أسلحة لإيران بوساطة إسرائيلية. والآن بعد هذه المقتطفات السريعة عن محطات الود بين العديقين، بمعنى بينما لطالما تنقلا بين الصداقة والعداء، من الممكن أن نسهب أكثر بالحديث عن تحولات الود والصراع بينهما. ولكي تكون الرواية أكثر شمولاً ووضوحاً، لنأخذ رحلة عكسية عبر التاريخ، نبدأ بالراهن لننتهي إلى سالي فيما مضى. فاليوم لنبدأ من الهجمات المتبادلة والانتقامات المتتالية، إذا أخذ الصراع الإسرائيلي الإيراني المعلن منحنيات جديدة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة وما سبقها من هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر من القطاع على إسرائيل. وأبرز ما اختلف في صراع طهران وتل أبيب اليوم المسار العسكري، حيث لم تخفي إيران دعمها للفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، فيما صعد وكلاء إيران في المنطقة خاصة حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن هجماتهم على الدولة العبرية بالصواريخ والمسيرات، كما فعلت إسرائيل الأمر ذاته بقصف كل أذرع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وظل الأمر سجالاً بين إسرائيل وأذرع إيران، حتى غيرت إسرائيل عن قصد أو غير قصد قواعد اللعبة عندما قصفت مطلع أبريل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، لتغتال 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس. حينها ثارت ثائرة طهران، لأن القصف هذه المرة طال قنصليتها أي أرضا لها. وبعد أيام من الوعيد الإيراني أطلقت طهران ليلة 13 من أبريل أكثر من 300 صاروخ ومسيرة تجاه إسرائيل، وفي وقت تزعم تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، تؤكد طهران أن نصفها أصاب أهدافا إسرائيلية بنجاح، خاصة قاعدة نفتيم التي أثبتت صور أقمار صناعية تضررها، على عكس ما قالت إسرائيل إنها تعرضت لأضرار طفيفة، وهو ربما ما يبرر إصرار إسرائيل على الانتقام والرد على الرد. حيث تشير الأنباء إلى أن قرار ضرب إيران اتخذ وبقي التوقيت والطريقة، لكن لربما كي نعود خطوة واحدة الآن إلى الوراء من تاريخ هذه العلاقات، يجب أن نتساءل ماذا تفعل أصلا إيران بعسكريها وقياداتها على حدود إسرائيل؟ وهنا يمكن العودة إلى بداية اندلاع الثورة السورية،
حين سلك الصراع بين إيران وإسرائيل منحا جديدا بعدها، إذ كرس نظام خامنئي كل إمكانياته لدعم بشار الأسد وحمايته ومنع سقوطه، فما كان منها إلا أن أرسلت قواتها ومستشاريها لتعزز وجودها في سوريا، إضافة لتشكيل ميليشيات تتبع مباشرة لها وتعمل انطلاقا من سوريا. وهكذا باتت إيران بخطر مزدوج على حدود إسرائيل من خلال قواتها النظامية وميليشياتها التابعة لها. ومع حلول عام 2013 بدأت إسرائيل تنفذ غارات على أذرع إيران وقواعدها ومخازن أسلحتها في سوريا، وشنت مئات الضربات في سوريا مستهدفة قوات النظام وقوات وقيادات إيرانية ومقاتلين وقيادات من حزب الله، حتى أن مطارات سوريا خاصة دمشق وحلب بات وضعها الطبيعي أن تبقى خارج الخدمة جراء القصف الذي يستهدف قوات إيران التي تتمركز قربها أو تشحن أسلحتها من خلالها. لكن إيران على طول تلك الفترة لم تكن لترد بشكل مباشر على إسرائيل، بل اكتفت باستمرار دعم أذرعها وجماعاتها المعادية لإسرائيل في فلسطين بغزة وسوريا والعراق ولبنان واليمن. والآن لربما حان وقت العودة إلى بدايات الصراع. قبل أن نتحدث عن قرون العسل بين إيران وإسرائيل وقبلها الفرس واليهود، إذ أن بداية الجفاء المعلن كان مع قطع طهران علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب عقب الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بنظام الشاه، لتغدو إيران لأول مرة في تاريخها محكومة بنظام جمهوري مؤسس على نظرية الولي الفقيه المعتمدة في المذهب الشيعي. وتباعا تدهورت العلاقات على كل الصعد بين طهران وتل أبيب، حيث ألغيت رحلات الطيران الإيراني من وإلى إسرائيل، وكذلك فعلت تل أبيب. كما تحولت السفارة الإسرائيلية في طهران إلى سفارة فلسطينية، فيما أغلقت إسرائيل على الفور سفارة إيران على أراضيها. وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن ذلك لم يحل دون الإبقاء على روابط تجارية غير رسمية بين الطرفين. كما اتسمت تلك المرحلة في كثير من تفاصيلها بالعداوة الظاهرية والتحالف الخفي، خاصة في حقبة الثمانينيات حين انخرطت إيران وإسرائيل خلال الحرب الباردة بين الغرب وعلى رأسه أمريكا والاتحاد السوفيتي آنذاك في إحدى أشهر الفضائح السياسية بتاريخ أمريكا وإيران وإسرائيل، والمعروفة باسم إيران جيت أو إيران كونترا. وباختصار ما حدث حينها أن إدارة الرئيس رونالد ريغان خلال فترة ولايته الثانية عقدت مع إيران في صفقة سرية لبيعها كثير الأسلحة بوساطة إسرائيلية، حيث كانت واشنطن وتل أبيب تسلح كل من يعارض الفكر الشيوعي في العالم. ولم تكن إيران تجاوزا رغم قرار حظر بيع الأسلحة إلى طهران وتصنيف أمريكا وإسرائيل لها في العلن عدوة وراعية للإرهاب. ولا ينبغي أن ننسى بالطبع أن البرنامج النووي الإيراني لطالما كان في قلب العداء المعلن بين طهران وتل أبيب، حتى أن إسرائيل تعهدت مرارا بمنع إيران من امتلاك النووي حتى لو كلفها الأمر شن غارات جوية تدمر فيها مفاعلات طهران النووية، وهو ما حدا بإيران تطوير صواريخ باليستية ومسيرات قادرة على دك إسرائيل. إلا أن كل هذا لم يحل دون حديث تقارير إعلامية نقلا عن استخبارات دول عدة حول استمرار التواصل والتنسيق بين إسرائيل وإيران من تحت الطاولة بهدف خلق حالة من التوازن في المنطقة، وهو ما كانت أصلا تفعله دولة الشاه الإيرانية لكن بالعلن. وهو ما ينقلنا للقفزة التاريخية للخلف عندما كانت إسرائيل وإيران سمنا على عسل. وبالطبع نتحدث هنا عن ما قبل ثورة عام 1979، فقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية عام 1948، كانت إيران واحدة من الأعضاء 11 في لجنة الأمم المتحدة التي تشكلت عام 1947 لبحث حل لقضية فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني، كما كانت واحدة من ثلاث دول صوتت ضد خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. إلا أن هذا لم يمنع إيران بالطبع
من أن تكون من بين أوائل الدول المعترفة بإسرائيل، حيث أعلنت طهران عام 1950 اعترافها بإسرائيل دولة ذات سيادة لتصبح ثاني دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بها، وأكبر دولة تضم جالية يهودية في الشرق الأوسط. وفي ذلك الحين احتفظت إسرائيل في إيران ببعثة دبلوماسية كبيرة، وكانت تستورد تل أبيب من طهران 40% من احتياجاتها النفطية مقابل تزويد إسرائيل إيران بالأسلحة والقدرات التكنولوجية والمنتجات الزراعية. وانكب الطرفان على تنمية العلاقات التجارية خاصة النفطية، حتى وصل الأمر لإنشاء خط أنابيب يوصل النفط الإيراني إلى إسرائيل ومن ثم إلى أوروبا. وخلال سنوات قليلة وصل التعاون الأمني والعسكري بينهما أوجه، خاصة مع مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بإنشاء منظمة المخابرات والأمن القومي الإيرانية سافاك عام 1957 بهدف حماية إيران من اختراقات الشيوعيين، وخاصة حزب تودة الشيوعي المعارض للشاه محمد رضا بهلوي. ولأن هذا العسل الذي كان له امتدادات ضاربة جذورها في التاريخ، لابد من القفزة التاريخية الكبرى إلى الخلف لنتحدث عن علاقة الفرس واليهود، إذ تجمع معظم المصادر التاريخية على العلاقة الوثيقة التي ربطت بينهما، خاصة بعد السبي البابلي التي أسر فيها نبوخذنصر عددا كبيرا من اليهود وساقهم إلى بابل عام 627 قبل الميلاد، وحينها كان مخلصهم الفرس بقيادة كورش الذي قاد حملة على بابل لينجح في السيطرة عليها بمساعدة اليهود. ومن ثم وقعت كل الأراضي التابعة للدولة البابلية تحت نفوذ الفرس عام 539 قبل الميلاد، بعد أن قاتل الفرس واليهود يدا بيد. ولهذا أرجع كورش اليهود بعد السبي وأغدق عليهم بالأموال، ومن ثم خيرهم بين العودة إلى اليمن وليس إلى فلسطين كما يزعم اليهود، وبين البقاء في أراضي فارس حيث بقي الكثير منهم، لتصبح الجالية اليهودية في بلاد فارس بين أكبر الجاليات في المنطقة. واليوم لربما سنقول: يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات التي سيكتب عليها المزيد والمزيد من تقلبات علاقات أحباب الأمس وأعداء اليوم.